أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: متى يسمى الرجل من الخوارج؟ هل إذا فعل خصلة من خصالهم يعد منهم، أم يجب أن يعتقد ويعمل جميع أعمالهم؟ من عمل عمل الخوارج وقال بقولهم فإنهم اعتبروا من الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويشقون عصا الطاعة. فمن اعتقد هذا الاعتقاد أو فعله مع إمام المسلمين فإنه من الخوارج. وكذلك من يكفر المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، هذا مذهب الخوارج. فمن كفر المسلمين، كفر أحدا من المسلمين بمعصية دون الشرك فإنه يعتبر من الخوارج، هذا مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يدرس الإنسان العقيدة الصحيحة ويتفقه في دين الله ويتجنب الجماعات الفاسدة والجماعات المبتدعة، ولا يقرأ في كتبهم وهو ليس متمكنا وعارفا بالحق. عليه أنه يدرس العقيدة الصحيحة على أهل العلم ويتبصر فيها حتى لا يجلق هذه المزالق